شعبان شهر شعبان في الحقيقة إذا سألت
شويه صيام، قليل من الصيام وقليل من الدعاء. أكاو أكاو لأنه ثم حدث أيضا مهم جدا حصل في شهر شعبان. تعرف أن الإسراء والمعراج جاءت بعد معاناة وبعد عذاب وبعد صعوبات وبعد أذيات من المشركين، كل أنواع الضروب والأتعاب والاعتداءات كانت حصلت. فصبر الناس، تبعوا عنه، فصبر الناس، صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، صبر المسلمون. واليوم كذلك نفس الشيء تتكرر دائما، قيام الله وقيام القرآن وقيام الإسلام وسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه بالنسبة للمؤمن دائما تتكرر، علمنا الصبر. فنصبر اليوم في صورة ما نزل الصعوبات. الصبر تاع المؤمنين ايش جاب لهم؟ جاب لهم الصلاة، وجاب لهم الفرج، وجاب لهم نتيجة لم تكن تخبر بخلد المؤمنين والمؤمنات. كافأهم الله بالأمس ونحن كافأ اليوم تبعا لذلك. شعبان، في شهر شعبان حصل تحويل القبلة، حصل تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. عندما انتقل أولا، عندما دعي الناس للصلاة كانت القبلة المسجد الأقصى ليس الكعبة، وحينما تحول للمدينة المنورة المسلمون ومعهم النبي الكريم دعوا إلى مواصلة الالتفاة أثناء الصلاة إلى بيت المقدس. الأمر من الله، أمر من الله، يريد الله أن يبتلي الناس ويريد الله أن يمحصهم ويمحص إيمانهم. فاستجاب المؤمنون، كانوا يلتفتون ولكن في نفسهم شيء، في نفسهم وفي أنفسهم شيء، كانوا يريدون مكة المكرمة، كانوا يريدون أن تكون قبلتهم، لكن استجابوا لله. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة والليل إذا سجى
لا تجتمع أمتي
آليات تواصلهم وقوانينهم وما إلى ذلك. أما إذا كان كل طائفة، كل مجموعة، كل جماعة، كل عرق، كل قبيلة تقول أنا الأعلى ومزاجي هو الأعلى وخياري هو الأعلى فتختلف مع المجموعة العامة، الله لا يقبل. فمن شهر شعبان سجدوا عندكم أنه شهر جاء ليضع حجر أساس متعلق به. إياك المزاج، إياك واتباع الهوى، إياك واتباع ما لا يقبله العقل ولا يقبله الدين وما لا ترتضيه المجموعة. عليكم بالسواد الأعظم، لا تجتمع أمتي على ضلالة. ربي اجعلني من الذين يقومون فيعملون ويعملون.